طب احنا واقفين على يعني احنا بنضيف طرق. طب الطرق القديمه ما بنعملش فيها حاجه؟ لا، ده احنا عندنا 9600 كيلو طرق من ال 23 القدام بنرفع كفاءتهم ونطورهم دلوقتي، نخليهم زي الطريق ده واحسن جايز منه كمان. طيب احنا واضح ان احنا عاملين هنا حاجه مختلفه، النقل ماشي لوحده والملاك لوحده. بالظبط. احنا هنا علشان طبعا احنا لقينا ان كل ان معظم او يعني مش كلها معظمها الحوادث اللي بتحصل على الطرق الرئيسيه او الطرق السريعه تقريبا سببها النقل. النقل التقيل سواء كان بمقطوره او من غير مقطوره دايما المقطوره بتفصل، النقل ماشي بحمولته كبيره ما بيقدرش يتحكم في الحموله كويس، يعني في مشاكل كتير من النقل. فكان لازم نفصل النقل عن الملاك. خدنا قطاع الطريق، قلنا قطاع الطريق الرئيسي من القاهره حتى ارقين على الحدود الدوليه الجنوبيه، الطريق الرئيسي ثلاث حارات وثلاث حارات. ده ليه؟ ده اللي هو اللي في النص اللي هو طريقين بينهم جزيره في النص، ده ثلاث حارات وثلاث حارات للملاك، ثلاثة رايح وثلاثة جاي ومتخاطين زي ما حضرتك شايفهم كده. اللي على اليمين خالص ده زي ما حضرتك شايف النقل ماشي عليه، ده احنا عاملينه طريق خرساني للقادم من اسيوط، وهيبقى بعد كده القادم من اسوان لما نوصل بس اسوان، احنا بنقول دلوقتي القادم من اسيوط او القادم من الصعيد زي ما حضرتك قلت، علشان يبقى طريق قوي يتحمل الحمولات الكبيره. انت عارف حضرتك شايف كل العربيات جايه محمله واحنا واقفين اهو، يمكن يصور لحضرتك العربيه سواء محمله طوب حجري، سواء محمله رخام، سواء محمله رخام، سواء محمله حتى حاصلات زراعيه، السواقين شايف زي ما حضرتك شايف محمل الحموله قد ايه، الحموله عاليه جدا، وطبعا ده حمولتها اكبر من الحموله التصميميه بالتاكيد للطريق العادي. بتحاسبوهم ولا لا؟ بنحاسبهم طبعا. بتحاسبوهم؟ بنحاسبهم طبعا، ما بنسيبهمش، بناخد حق الدوله كويس جدا منهم، لان هو بيدمر في الطريق. يعني انت شايف واحنا واقفين ده ماشي مخالف. ده ماشي مخالف. طب ماشي مخالف كده ليه؟ اتمنى ان حضرتك بقى من خلال الكاميرا بتاعت حضرتك توجه الناس اللي بتعمل كده. الطريق اللي رايح هناك اهو، ده اللي رايح وهيعدي من عليه عربيه دلوقتي وماشي كل حاجه اهو، العربيه معديه من عليه، ده الاتجاه اللي رايح للصعيد. طب ده ماشي مخالف ليه؟ وبعدين يعمل حادثه اهو قدامه في وشه اهو، ممكن يعمل حادثه واحنا واقفين كده، وبعدين في الاخر يقولوا وزاره النقل وهيئه الطرق غلطانه. طب احنا نعمل ايه اكتر من كده؟ يعني احنا نعمل ايه اكتر من ان احنا عاملين طريق رايح وطريق جاي بينهم جزيره؟ انا اتكلمت في النقطه دي لان حضرتك في يوم من الايام طلعت مشكورا وكنت بتلقي الضوء على الحادث اللي حصل على طريق الصعيد البحر الاحمر. وحضرتك قلت، وانا دخلت مع حضرتك قلت لحضرتك لا يا استاذ احمد ده العربيه الاتوبيس كانت ماشيه مخالف. حضرتك ما كنتش مصدق يعني ايه ماشي مخالف اهو. صحيح. ماشي هيفضل ماشي مخالف. طلع من الكافتيريا ما يعني ما كلفش نفسه ان هو ياخد من اول دوران اول كوبري دوران يوتيرن. على فكره الطريق ده طريق حر. يعني ايه طريق حر؟ يعني ما فيش تقاطعات سطحيه خالص. يعني هتلاقي من مع كل محور 25 كيلو وجايز كمان بينهم في مسافه بينيه بينهم 12 ونص 13 هتلاقي كوبري دوران. الكباري الدورانات خلت الطريق حر، ما فيش حد بيعدي من طريق لطريق، او مش حد بيتقاطع او بيلف دوران سطحي على الطريق. كله عبر كباري ومحاور زي حضرتك شايف. نرجع تاني، اللي جاي من الصعيد ده جاي هو الملاكي ده ماشي على الطريق الرئيسي الاسفلتي الثلاث حارات، النقل الناحيه الثانيه جاي في اقصى اليمين اهو على الطريق المفصول. اصبح الطريق مفصول، في جزيره بين الطريقين اهي مساويينها ومستويه ونظيفه تماما، عشان لا قدر الله لو في عربيه خرجت من الطريق الرئيسي تلاقي برضو ارض مستويه ما تتقلبش ما يحصلش فيها حاجه لا قدر الله. شايف حضرتك العربيه الملاك العربيه النقل اللي بتلف دي؟ ايوه. هنا التقاطع ده التقاطع بنسميه تقاطع كامل، تقاطع حر كامل. يعني اللي جاي من القاهره وعايز يخش صملوط او المنيا شمال يعدي من تحت الكوبري وياخد اللوب دي ويطلع زي العربيه النقل اللي جايه اللي جت لفت دي ويخش شمال. طب اللي كان اللي جاي هناك وعايز يخش يمين هيلاقي رمب بيدخله يمين. طب اللي جاي هنا من ناحيه الصعيد وعايز يخش صملوط يخش يمين. طب اللي عايز يخش تاني اللي عايز يخش شمال شمال ويرجع تاني هيطلع هيعدي من تحت الكوبري من هنا زي ما احنا عدينا من تحت الكوبري ويلف دوران الناحيه الثانيه ويجي يمشي كده زي العربيه النقل او العربيه الموبيليا اللي مقابلانا دي. يروح هنا. اصبح ده تقاطع كامل، اربع دواير مرور كاملين، اربع لوبات واربع رمبات مع طريق رئيسي القاهره اسوان تحت مع محور صملوط رابط مع مدينه صملوط ثم رابط مع شرق النيل.